وزارة الإعلام بقطاعاتها المختلفة على جهوزية تامة خلال فترة عيد الأضحى المبارك لضمان سير العمل بسلاسة ودقة. عملوا كخلية نحل وكأسرة واحدة لأداء عملهم الوظيفي بأكمل وجه، مما يسهم في خدمة الإعلام الكويتي لمواكبة هذه المناسبات. العمل متواصل لا ينقطع في مختلف قطاعات وزارة الإعلام. هم فعلا كخلية نحل، حرصوا على أدائهم الوظيفي بأكمل وجه وبمهنية عالية. يا هلا ويا مرحبا في تلفزيون الكويت. احنا اليوم على محطة الغناء العربي 87.9 نشارك الكويت واهل الكويت فرحتهم عيد الاضحى المبارك ببرنامج العيد فرحة، طبعا من تقديم الاستاذ خالد سويدان وعبد الرحمن دين واعداد منى مبارك والشباب اللي معاي، انا ما ابي اقول تنفيذ وهندسة، يونس الفيلشاوي، يوسف بدريد، رامي الشعار، واخراجي طبعا وليد سراب. قاعد نشارك الكويت فرحتهم وناستهم علشان الناس وفرحة الناس، حبينا نشاركهم ونهد العيد مع الاهل والهذا، ونحب نكون موجودين متواجدين معاهم على اساس نعطي الجو هذا الحلو للعيد ان شاء الله. انا عندي تحيه حيل كبيره خالد لتلفزيون الكويت، الزملاء في تلفزيون الكويت على جهودهم المبذوله، شكرا اكيد لتغطيه حلقه اليوم من برنامج العيد فرحه، وانهم قاعدين يشاركون الاذاعه بشكل عام في برامجها تغطيه خاصه للاذاعه. موظفو الاذاعه هم اسره واحده، كرسوا جل اوقاتهم خلال فتره العيد لتقديم برامج اذاعيه شيقه وممتعه للجمهور. بالنسبة لي مشاركة الناس أفراحهم شيء وايد مهم، جميل جدا أن الإنسان يكون متواجد في هذه المناسبات مع أهله. صدق احنا نطلع من بيوتنا ونترك أهلنا في البيت بس نكون متواجدين مع كمية أكبر من الأهل والمستمعين. بالنسبة لي عملي الطلب أن احنا نقدم جوائز للناس ومسابقات وفقرات حلوة وجميلة إن شاء الله يستمتعون فيها طوال أيام عيد الأضحى. شكرا لكم. شعلة النشاط تضيء أروقة الأماكن، موظفو قطاع التلفزيون كانوا حريصين على التواجد منذ ساعات الصباح الباكر لتقديم البرامج والنشرات بكفاءة وبمهنية عالية للجمهور. عيدكم مبارك. صحيح أن العيد مع الأهل غير، بس مهنتنا تتطلب نقدم للمشاهدين خدمة إعلامية بكل الظروف وكل المناسبات. من الجميل أن يشعر الإنسان بقيمة العطاء من خلال إنجازاته على الصعيد المهني والعملي، وخاصة في فترة الأعياد التي لها مذاق ونكهة مختلفة. إحنا في التحرير أو في وزارة الإعلام نحب نخدم الوطن كل واحد في مجاله، وإحنا حاليا في فترة الأعياد وإن شاء الله نغطي الأخبار المهمة في البلد والأمة الإسلامية بأكمل وجه إن شاء الله. جهود مميزة للعاملين في قطاعات وزارة الإعلام التي عكست التزامهم الكبير على أداء عملهم في أيام عيد الأضحى المبارك بتميز وإتقان، مما يسهم في خدمة الإعلام الكويتي. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.